ماتش الكره اللي مع محمد فؤاد ولا غير محمد فؤاد من الشخصيات العامه اللي هو عامه الشعب دول ما لناش فيهم. بتوع الجامعات عامه الشعب ده بقى ثواني انا مش عارف بتكلم مين. انا عارف الجامعات اللي بيطلعوا في الجامعات يشوفوا لهم حاجه زي اللي مش عارف خطر على المرضى. أخويا هو جاي بجبطة حاجة مش عايز يعمل حاجة ومش سلمة قليل الأدب. محمد فؤاد قدامه مش سلمة. لازم أهرب لازم أهرب مين ده؟ خطر على المرضى. انا بنت اخوه بنت اخته خلاص.